مرحبا أصدقائي، تعالوا نجرب جهاز معالج الشعر بالبخار والأشعة. أول خطوة مثل ما جاي يشوفون بالفيديو نستخدم معالج للشعر أو سيروم أو أي بروتين مقوي للشعر. نبدأ بتشغيل الجهاز من هذا زر التشغيل وهذا الزر الثاني للتحكم بدرجة الجهاز. لا تخافون من صوت الجهاز والأشعة اللي تطلع منه، وعادي يلامس ايديكم ويلامس فروة الراس. البخار ما راح يأذي الشعر ولا راح يأذي ايد الشخص اللي يشتغل بالجهاز. هذا الجهاز معالج راح يقلل التساقط ويعالج التقصف بشكل كلش كبير، ويعقم الشعر وتخلصون من مشاكل القشرة والحكة وتحصلون على شعر صحي. زعمان راح اطلع بالفيديو هذا عالجت شعره ومثل ما جاي تشوفون النتيجه.